على الشيخ حسام رئيس الجمعية إذا حصل منه خطأ، معناته الجمعية من منيحة، هو ما قال أنا معصوم من الخطأ. فإذا واحد رأى منكرا محققا، يعني أنه ما في الوجه هذا منكر منكر، فيذهب إليه وينصح هذا الشخص اللي هو حصل منه هذا المنكر المحقق، مش بيحكي بيطعن في الجمعية، لأن هذه الجمعية هي جمعية أهل السنة والجماعة. قال الشيخ إذا طعن فيها كأنه يقول للناس يا ناس اذهبوا إلى الآخرين، إلى الوهابية، إلى حزب الإخوان، إلى حزب التحرير، إلى جماعة رجب الدين، هذا معناته الطعن بيصير مؤدى، معناته كأنه عم بيقول له روح لهونيك، لأنه الناس بدها تروح. هلا في حدا ما بيحط ابنه بمدرسة عادة، يعني بده يحط ابنه بمدرسة، لما تطعن بمدارس الجمعية كأنه عم بيقول له روح حطه بمدارس مش للجمعية. هذيك المدارس شو حالتها شو وضعها؟ في مدارس تعرفونها غير مدارس الجمعية تشطب على الكفر وتلزق صفحة بصفحة لأنه مكتبت ما فيها كفر مرات، ما بنعرف. فإذا كأنه عم بيقول له روحوا لعنده ليك، وهذا خطر كبير.